رجعنا بعد الفاصل ولقائنا الجميل مع الإعلامي السيد محمد السنعوسي، نقول لك هلا بك ويلا حيو. حياكم الله، يا أهلا وسهلا، وأنا سعيد أن أكون معاكم. مساك الله بالخير أستاذ محمد. مساك الله بالخير أبوي، نورت استديونا. بارك الله فيك. والبيت بيتك هذا. بارك الله فيك. طمنا عن صحتك في البداية. صحة زينة، درنا فيس مخباتي، كل ما ارتخى برقي شديت عليه. الحمد لله، يعطيك الصحة والعافية. الحمد لله، دوم إن شاء الله. اليوم بداية نتكلم عن السياسة، نبدا بالسياسه. الاحداث الاخيره عندويك. الاحداث الاخيره صارت اليوم، هاي الطبيعه الكويتيه الان اصبحت. صرنا اليوم كلنا سياسيين، كل واحد يوم يتكلم بالسياسه. الاحداث الاخيره اليوم ما يتعلق وخصوصا في مجلس الوزراء، القرار اللي اصروا او اللجنه اللي حددوها اليوم الساعه 5 كان تقريبا، شكلوا لجنه لفحص ملفات الجناسي التي فقدت وسحبت وتم اسقاطها. ما رايك في هذا الموضوع؟ بعد تو الناس عشان تحكم وتعرف التفاصيل وتعطي رايك بصراحه. نتكلم كخطوه. أنا أعتقد أنها لا زالت القضية تأخذ وقت حتى تستقر تماما. نعم. ويطلع القرار. الشيء الآخر أنه ما يجب في كثير من المواضيع، واعتبرها مواضيع حساسة، أنك كل من يتحدث فيها ويستسهل الكلام فيها. هناك وجهات نظر سيادية، هناك وجهة نظر سياسية، هناك وجهة نظر أمنية اجتماعية. لابد أخذ هذه، ثم ممكن يكون حتى القضاء والمحاكم. فلذلك لا نستعجل لإعطاء رأينا في قضايا ليس عندنا معلومات دقيقة عنها. بس اليوم برأيك أن سحب الجناسي واسترجاعها حق الناس، شنو رأيك بهالموضوع عن اللي قاعد يصير؟ يعني مرة يسحبونها ومرة يردونها. شوفي، هم نفس الشيء أنت تقولينها بسهولة كذي. ليش سحبوها وليش ردوها؟ أنا ما أدري ولا أنت تدرين. إذا سحبوها، أنا سمعت أن سحبوها في حكم قضائي، إذا نحترم القضاء. إذا رجعوها لابد مستندين إلى شيء قانوني. أنا ما أعرفه. إذا الحالة السياسية غير مستقرة حاليا؟ لا لا لا، مستقرة جدا، وهذه عادة كويتية. أنتوا لأهل الكويت كله كذي خبصة، نقعد راحة، احنا نسوي من الحبة قبة. كل شيء نتحدث فيه، كل شيء نفهمه، ندعي احنا نعرف الدنيا كلها ونعرف كل شيء، هذا غير صحيح. نهدأ شوية بهدوء. يعني ضروري ان احنا نتحقق من شيء، ولا يمكن ننفعل بسرعة ويكون ردة فعلنا سريعة تأثر علينا وعلى بلدنا وعلى أمننا وعلى وطننا. خطأ. شوي 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 شوي. طيب بطارق، اليوم مجموعة الثمانين أكيد سمعت عنها طبعا وشفت تصريحاتها، وتوجهوا لسمو الأمير وطالبوا بعدم تفعيل هذه المادة اللي يبون يصحونها مجلس الأمة، أو التشريع الجديد. نعم. اللي من خلاله يحق أي شخص تعرض إلى سحب جنسية أو إسقاط أن يذهب إلى القضاء. ما رأيك المجموعة؟ هل اليوم لها؟ أولا المجموعة كلها خيرة رجال الكويت. نعم. ونعم فيهم لما يجتمعون. يجتمعون بخيرة على البلد وعلى الكويت. مطارق، ما دور المشرعين عيل اليوم؟ ما دور المشرعين في مجلس الأمة؟ هو ما شرع، هو جاء ليقول رسالته. نعم. نتمنى كذا. صاحب القرار هو الذي يحيل الموضوع إلى الجهة اللي تقنع الكل، الثمانين وغير الثمانين. إنما الجميل أنك أنت تسمع أطياف في المجتمع كالأحزاب، وهي ليس بحزن. نعم. لها وجهة نظر، لأنك ما عندك أحزاب تجتمع وتعمل بحث ودراسة وتقدم الرأي للحكومة وتقدم الرأي لمجلس الأمة. لذلك تشوف اللي عندهم مثل النخوة، فزعة. هذه فزعة، حياها الله. هذول وغيرهم، هذه اجتهادات حميدة جيدة. برأيك تأيد هذا الموضوع؟ شنو؟ أن بالموضوع الثمانينات يعني اللي تكلموا عنه تأيدهم؟ تكون في صفهم؟ أنا ما نادوني ولا قعدت وياهم عشان أفهم شو اللي دار. وهم لا أستطيع أن أحكم على موضوع والله ما تابعته، لأني أنا صار عندي شيء من الملل تجاه تكرار واجترار من أعضاء مجلس الأمة والصراع الموجود والكلام والقيل والقال، الصحافة وما تكتب، الكتاب بالعدد الهائل،
صحافتنا على فكرة هي الصحافة الوحيدة في الدنيا كلها في العالم اللي فيها يمكن لا يقل عن 10 كتاب زوايا وآراء، ماكو كذي اللي احنا عندنا. طيب ابو طارق، اليوم انت قاعد تتكلم على سيرة مجلس الأمة والصراعات اللي قاعد تحدث، شفت اليوم التراشق بالكلام اللي وين وصل؟ شوف انت بالكويت قاعد عدل؟ عدل. وتتابع؟ تابع. حجزت كرسي قدام في الصفوف الأمامية لتشاهد مسرحيات؟ نعم. احنا نشاهد مسرح. أنا شاهدت خلال أسبوعين مسرحية اسمها سخرية، ومسرحية عبث، ومسرحية وانت رايح من هذا النوع الرديء من المسرحيات، وكل المسرح وقاعة المسرح وللأسف هي قاعة عبد الله السالم. ما نشاهد ونشوفه، لو يدري عبد الله السالم إن حتنتهي الديمقراطية بهذا الأسلوب كان قال لا ما انتم كفو. لكن الرجل أعطانا هذه الثقة وإحنا لا نعرف كيف، إحنا ما نعرف كيف نمارس الديمقراطية بحق وحقيقة، لا نثقف أنفسنا فيها ولا نمارسها في بيتنا وخارج بيتنا ومع كل هذا. ولذلك هذه المسرحية لازم أنت عشان ما يحوشك ضغط ولا تورم ولا يجيلك قرحة في المعدة، عليك أن تبتسم وتضحك وتشوف هالكاركترز العجيبين. يعني خذ على سبيل المثل، أنا الشخص الوحيد اللي يكسر خاطري هو رئيس مجلس الأمة، الله يصبره، وهذا ما أدري شلون يروح البيت ويشتهي إنه يتقدى بعد هالحنة اللي قاعد يشوفها والملاسنة بينه وبين النواب. طارق، ممكن اليوم التركيبة اختلفت، المجلس السابق كان الرجل متحكم في المجلس، المجلس الحالي جو أشخاص من المعارضة، صار في ملاسنة بعد بينهم. عمرها ما كانت على فكرة. لا اسألني، هذه النجرة الموجودة والملاسنة والصراع والذي والهمز واللمز وكذا منذ أن تأسس المجلس ليومك هذا. الشيء الآخر، في شغلتين أنا ملاحظ، ما حيخالف أحد شوية؟ خذ راحتك. زين، أولا المجموعة اللي هي ذات خلق في الكلام وفي وجهة النظر وتو ذا بوينت، ما يلفون ويدورون، هم هي مجموعة الشيعة. الشيعة هم النواب الأفضل في مجلس الأمة. الشيء الثاني، خذ الأخت صفاء. الأخت صفاء أنا أعزها شخصيا، أعتقد أنها نشطة مثقفة تتابع، ولكن ملسونة. يا بنت الحلال أنت لو ابتسمتي يعني في ناس تستفزك، طيب هذا الاستفزاز لو أنت ضحكتي بسخرية، ابتسامة بسخرية، حتكون بأكثر بلاقة من أن توقف كامرأة كأنثى وترد بهذا طبعا العنف. كان في استهزاء معاد محمد الناي، محمد الحاج، ما في داعي يا بنتي، أنت والله أنت كاملة في أشياء كثيرة مي موجودة عند كثير من النواب. الشيء الثاني، قعدي على كرسيك، ما تعرف تقعد، تدور على هالكراسي، إذا كان لوبينج ولا بتطلعين أحد ولا بتفهمين هذه، هذا خارج الجلسة مو داخل الجلسة. فأنا معزة لهذه بنتي صفاء إنها بس تهدأ شوية حتى ناخذ فكرة لطيفة عن المرأة إذا كانت في. طيب ابو طارق، انت اليوم متفائل بالمجلس الحالي انه ممكن يندس؟ لا، من قال لك انا متفائل؟ كلش. لا لا لا، انا قاعد اشوف مسرحيه يعني لا يومية. يمكن لا يمكن يتعدل الوضع الفتره الحاليه. انا اتمنى ورايي يمكن يكون يزعل البعض، اتمنى ان يقفل مجلس الامه لاربع سنوات لتنظيفه من الشوائب، ولنمتحن الحكومة بدون المجلس. تبي تعلق الدستور ولا حل؟ هذا
يرجع لصاحب السمو أمير البلاد والجوانب القانونية والدستورية اللي قاعد تتكلم فيه صار في 86 وصار علينا غزو. عارف ويا أبو مجلس وطني صح. عرضوا علي أن يكون عضو فيه ورفضت. أذكر هذا كله كان مساوئ، هي مجرد أمنية طبعا، يمكن يكون قانونيا دستوريا لا يجوز لا يمكن، ولكن أنا قاعد أشوف ريحونا يا جماعة من هذا المجلس ولفترة فقط لنشوف من الآن نتهم، هو المجلس كما نتهم الحين ولا البلا في الحكومة؟ خلونا نشوف. ليش مو طارق يعني عشان تجربتك ب 2006 ما كانت موفقة؟ لا ما كانت موفقة طبعا لسبب أعضاء مجلس الأمة، ماكو وزير يعرف يشتغل مع أعضاء مجلس الأمة إلا إذا نخ لكل طلباتهم ولكل ما يتمنوا أن يصير بالنسبة لمصالحهم الذاتية. طيب أبو طارق أنت اليوم وزير ليلة وضحاها، ريال كنت برا دقوا عليك قال تعال أنت وزير الحين؟ لا الفترة اللي طافت 2006 شلون قبلت المهمة في هذه السرعة؟ لا لا مو كذي، لا لا من قال لك؟ أنا بلقت وأنا بالكويت أوكي ونحشت ورحت لبنان، بلقوا ناس يكلموني يوني في لبنان، عبد الوهاب الهارون نجيب حمد مساعد الصالح ومجموعة من 5 أشخاص وحطوني في زاوية وحاولوا أن يقنعوني بأن أقبل الوزارة، والذي رشحني للوزارة هو صاحب السمو أمير البلاد نفسه، فتكريما وتقديرا له قبلت. وأنا دخلت وزارتين كلها قصيرة، نعم، وتجربتي ما كانت مريحة طبعا، الشرف كبير أن أنا أقلد الوزارة وأن يعطيني صاحب السمو هذه الثقة، ولكن في نفس الوقت لم تكن مريحة، لأن أنت تبي تمشي وتحط أسس لعدم وجود فساد لأعمال الوزارة المستقيمة، بأنك لا توجد وساطات ولا يوجد كما يحصل الآن مع الأعضاء، ولا تقبل أبدا أن تتنازل عن هذا كله. الأعضاء ما يصلح لهم كذي، ما يصلح، هكذا صار حظي. أبو طارق ليش الحكومة منعتك من صعودك المنسق حق الاستجواب؟ ما منعتني، أنا منعت روحي لأني حسيت أني ححرج الجميع، هأحرجهم لأني كنت مهيئ نفسي أن أقدم حتى استقالتي وأنا على المنصة، وكنت أريد كنت أتكلم عن المجلس وأعضاء المجلس وعن الحكومة، لكن بالأخير شميت ريحة أن الأمر ما يحتاج هذا كله، إيش دعوة استقيل أفضل لك وخليك كذي، وفقد قدمت استقالتي. طيب طارق بنتقل للمحور اللي تحبه وهو الإعلام، حياتك بالإعلام اليوم، احنا الكويت معروفين الرواد في كل شيء، اذاعه، تلفزيون، دراما، منطقه الخليج تحديدا، احنا بدينا بالاول. اليوم لو تروح ديوانيه وتقعد مع واحد تقول له انا شفت ذاك اليوم برنامج عن تلفزيون الكويت، شفته ممكن يبتسم، يقول والله صار لي 5 سنين مو شايف تلفزيون الكويت. ليش وصلنا لهذه المرحله؟ وليش تلفزيون الكويت؟ يعني تلفزيونك انت احسن الحين؟ لا بس تلفزيون الكويت ما حد يشاهده. ما ادري عنك تمدح انت. لا لا انا قاعد اكلمك على سؤال ابو طارق. ما ادري عنك. لا لا أنا قاعد أكلمك على سؤال. الله يهديك. سمعت الكلام ولا ما سمعته؟ شوف أبوي. الحين جاوبني، سمعت هالكلام ولا ما سمعته؟ أسمع وأسمع العكس. الإنسان المهتم في شؤون بلده. نعم. ويحب يعرف الخبر والمعلومة والرسالة وما يدور في بلدي وما يدور حولي. نعم. وشنو المستقبل وشنو وشنو؟ لابد أن يشاهد تلفزيون الكويت. أوكي. في حد شاهد وأن يتابع، نعم أشاهد. أنا مثلا نشرة الساعة 9 ما أفوتها نهائيا. والله بطارق أنت أخبر مني في هذا المجال كونه مجالك، ولكن اليوم مشاهدة تلفزيون الكويت ممكن تعدهم على الأصابع، ما حد يشوف تلفزيون الكويت، خلينا نتكلم بواقع بطارق. ولا العدالة. احنا أنا شغل بدالة أكلمك على تلفزيون الكويت. شغل أكلمك على تلفزيون محدد. كونك أنت وزير الإعلام، أنت وزير أبوي. الإعلام، أنا قاعد أكلمك على هذه النقطة. المنافسة بين قنوات تلفزيون الكويت كلها الخاصة والحكومية
والمنافسة مع الآخرين هو كبيرة. أنت تبي جروب الام بي سي ولا تتابع الأخبار عن سي ان ان وسكاي وغيرها؟ ولا هني عندنا احنا الكويت الإعلام في مبذول جهد. يعني انتم العدالة لك كم برنامج توك شو حكي كم واحد؟ احنا عندنا الحين واحد موجود لا لا اكثر من واحد واللوبي السيف واللوبي وفيك بركة بعد حاليا؟ ايه السيف على اللوبي الحالي الموجودين اثنين بس؟ اثنين ما يصير لازم اكثر. انت الحين مطارد دخلتني انا ابي ادخلك انت ما جاوبتني على سؤالي انت ما جاوبتني على سؤالي اي شيء فيه فلوس ما تبي تصرف حطيتني مقارنه بالعداله ودخلتني مقارنه قنوات الام بي سي. انا سؤالي واضح عن تلفزيون الكويت ليش وصلنا لهذه المرحله؟ تلفزيون الكويت افضل بكثير من تلفزيونات الخاصة على اي اساس؟ ما حد يشاهده بطارد قاعد تمدحني كاعلامي ما حد يشاهده انا كنا بالسابق ايه بالسابق كلنا نتابع اللي ما حد يشاهده لا يشاهد حتى العداله اللي ما يشاهد تلفزيون الكويت يشاهد محطات أخرى يا مصرية الكوميدية والمضحكة والمسلسلات الحين طايحين بالهندي والتركي لا الهندي بالذات الأفلام الطويلة الآن وهي تنافس هوليوود. فإذا أنت تقول المشاهد يا سيدي الآن وضع كل القنوات الكويتية في موقع وينظر إلى المنافس الأقوى اللي أحسن منك ومن تلفزيون الكويت ومن كل التلفزيونات هكذا. ليش اليوم ليش اليوم برأيك أن الحرية تراجعت في التلفزيون؟ هذا صحيح. ليش؟ تعرفين أن لا يوجد توجيه أو من جهة معينة أو من دولة ولا مباحث ولا ماكو. المسؤول هو الخايف يتلمس كرسيه خوفا من أن يلام أن الضيف الفلاني قال شيء، فخوف هذا يجعله يراقب. وإلا طول عمرنا كانت فيه الحرية موجودة. أنا فترة وجودي في التلفزيون الكويت كانت الحرية ما في رقابة أصلا عندنا، لا نراقب. تراجعنا؟ نعم، في شغلتين. الشغلة الأولى الحساسية اللي صارت الآن واللي خلقها أعضاء مجلس الأمة، وحتى لا يستقل التلفزيون أو الإذاعة تستقل من كذلك أعضاء مجلس الأمة في التلميع لأنفسهم وبالأسلوب اللي أنت عارف شلون يقدمون فيه قضاياهم ومواضيعهم، وهذا صار فيه حذر. الشيء الآخر المسؤول ما يبي يزعل المسؤول الأكبر وانت رايحة، فما في حقيقة ما في شيء. انت كافلك الدستور الحرية بعقلانية بمسؤولية ابدي رايك. انتوا في العدالة اكثر انفتاح من تلفزيون الكويت. تلفزيون الكويت بحكم انه حكومي الحساسية اكثر. ليش اليوم احنا كلنا نلوم مجلس الأمة ما نلوم الحكومة؟ دائما احنا قاعدين شو نلوم الحكومه عليه؟ لا احنا مو قاعدين نلوم غنيمه، ابو طارق قاعد يلوم دائما مجلس الامه. اوكي انت وايد تهاجم مجلس الامه. الحكومه تمدح فيهم وضع عادي لانك ولدهم بالنهايه، ولد الحكومه انت. لا وزير سابق شو الحكي ما عندك سالفه. لا وزير سابق وزير سابق ابو طارق اسمع 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 لا تخوره. لا مو قاعد اخوره، قاعد اكلم كلام واقعي. انت وزير سابق وكيل وزاره ولد الحكومه. شنو ولد الحكومه؟ ولد الحكومه طول عمرك موجود وياه، مو وزير وكيل وزاره. وانت مواطن، ما انت مواطن. انت مواطن اذا انت ولد حكومه بعد. لا مو انت بطارد. انت قاعد تدخلني عندي. انا قاعد اشوف سلبيات، انت قاعد تلوم الحين مجلس الامه واخطاء جهتين. سلبيات واخطاء جهتين. اخطاء وسلبيات اعضاء مجلس الامه اكثر بكثير من الحكومه. تبي نتحدث عن الحكومه؟ انت سالتني من البدايه عن علاقة القرارات اللي تطلع أو التشريعات اللي تطلع في المجلس. نعم. اسأل عن الحكومة وأوريك رأيي فيها. طيب الحكومة عندها فساد؟ ها؟ الحكومة عندها فساد؟ طبعا عندها فساد. كل أجهزة الحكومة منتشر فيها الفساد، والفساد مو بالضرورة هي رشوة مادية أو مالية.
الموظف المقصر في عمله هذا فساد، اللي ما يحضر هذا فساد، المرأة اللي تشتغل ساعتين وتروح لعيالها وبيتها، القرارات اللي تطلع على أساس إنها التقاعد يكون بهذا العمر وهو هذا السن القصير، هذا كله فساد، هذا كله حكومة، فساد في الحكومة. الجدية بمتابعة الأمور، الجدية عند الوزراء، عدم الخضوع من قبل الوزراء لأعضاء مجلس الأمة وعدم استقلالهم. أنا أهددك بالاستجواب ولا تسوي لي اللي أبيه، هذا من رضا الوزير. هكذا احنا نعيش هذه الحلقة اللي هي حلقة فساد موجودة. لكن تعال هم نقول احنا قاعدين نعزل الآن الشعب شباب وشياب او رجال كبار، الدولة كلها شباب، وزراء شباب، وكلاء شباب، مسؤولين شباب، اللي يظهرون على التلفزيون مثل امثالكم شباب، وين التغيير؟ حتى انتم ليش متغيرون؟ هو هكذا، في عله، في مرض موجود. ان شاء الله اتمنى الامور تستقر وتصير احسن، بس اهم شيء ما تكون زعلان علي، لان انا ترى احبك. وانا ارد عليك بهذا الاسلوب لسبب بسيط جدا، حتى يعني وانا اتعلم منك والله، حتى اخلي الجميع ينتبه بان ما اقصد الحكومه، يعني انبه الاخرين في ان الحكومه لها اخطاءها كذلك. اهم شيء مو زعلان الحين؟ ايش حق ازعل ابوي؟ مني انا كذا؟ ولو حبيبي. ابو طارق ايش رايك اليوم في السوشيال ميديا والاعلام؟ انا شخصيا لا اعرف شيء في السوشيال ميديا. عرفت اخيرا السيلفي، شيء اسمه سيلفي، كذي يحطون يقولون سيلفي. ما واطنا بعيش الله. تليفوني صغير هالكبرى حمراء خضراء. لا زال مرتاح جدا. أولادي حاولوا وأحفادي حاولوا يعلموني في أجهزة حديثة جديدة، ما بي. لما أشوف مثلك وغيرك يسوق السيارة وشايل هذا، ألعن الساعة اللي فيها هذا السوشيال ميديا. لما أشوف قاعدة بالديوانية وكم واحد منصرف بيده هذا الجهاز وناسي إنها هي جلسة سوشيال فيها حوار وفيها نقاش وعدم الاشتراك، أشعر بأن هذا لعنة وليس شيء فيه خير. وهكذا أنا شخصيا مع كل تقديري واحترامي لهذه الميديا اللي هي مفيدة وفي ناس تستقلها استقلال جيد وممتاز، ولكن في ناس لا، لذلك أنا ما أحب ولا أعرف عنها شيء. هذا اللي خلاك ما زلت أنت على النوتة تسجل الأرقام والتليفونات، ما زلت على النوتة أبدا؟ والله لا، ما واطن هذا، ولا حتى الحين لو ترسلني رسالة ما أفتح التليفون. لازم تكلمني وأسمع صوتك وأتحاشيك. اليوم بعد هذا التاريخ والعمر السياسي، يعني أنا متخلف؟ لا مو متخلف، بس أنا من ضمن المعلومات اللي جتني أنك أنت ما زلت بالنوتة تسجل أرقام والتليفونات. هذا صحيح، هذا صحيح. الكتاب عندي، لا أنا عندي معلومات وايد، عندي بيدي، إذا ما أقراها وأشوف سنون الحبر الأسود بيدي ما أستانس. الكتاب إذا ما أفتح الكتاب، أما أني تك 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 وقاعد أقرأ من هالذي، لا ما في متعة. على طاري كتابك، أنت سويت كتاب وطرحت فيه جميع المسيرة الإعلامية اللي سويتها. أرجوك شفته؟ أنا شفت منها لقطات اليوم تحديد الأمانة، يعني ما قريته كله، بس شفت لقطات منه، دز لي إياها واحد ودخلت على جوجل. هل أنت إعلامي عدل؟ لو أنت إعلامي عدل لا والله حرص. اليوم بس شفت اليوم تاريخ الإعلام الكويتي فيه، أخذت الأساسيات يعني اللي كنت أكثر منه. اليوم ذكرت شخصيات أخذت شخصيات كثيرة خضار مسيرتك في هذا الكتاب. تفضل. الشيخ يابر العلي ما جبت سيرته في هذا الكتاب، ولا جبت سيرة كل الوزراء. نادر جدا. بس ما كان له دور بالإعلام الشيخ يابر العلي؟ كان وزير كأي وزير، بس ما أسس ولا سوى شيء. أجهزة الإعلام والراديو، لا التأسيس شنو يعني كلمة تأسيس؟ كل إعلامي يعمل في الإعلام في ذاك التاريخ هو الذي خلق وصنع الإعلام. الوزير مرتبة شرفية، ولما يكون وزير شيخ تكون مثل الديوان عنده في الوزارة. أنا ما عمري اجتمعت مع وزير لنبحث موضوع الإعلام على الإطلاق نهائيا،
لا مع الشيخ أبو العلي الله يرحمه، نعم، ولا مع غيره. احنا اللي نحفر الصخر، والابناء ابناء الاذاعه والتلفزيون هم الذين صنعوا الاعلام. انا بسالك عن شخص يسمونه السنعوسي جونيور، تعرفه؟ زياد؟ لا، السنعوسي جونيور. السنعوسي جونيور خليفتك، يقولون هذا خليفه السنعوسي. قالوا هالكلام عن حسين البحراني. حسن البحراني تشوف نفسك فيه؟ والنعم انا كان معاي يعمل في برنامجي، نعم، وحسيت ان الشاب عنده عشق لظهور على شاشة التلفزيون ويريد ينفرد بأفكار جديدة مختلفة، نعم، وهذا اللي حييته فيه وساهمت وساعدت على رأي أن ينفرد بشيء جديد، وهو الآن في برنامج، نعم، على المجلس، هم يكاد يكون الفكرة الرئيسية الأساسية للسنعوسي زمان. لو التركيز على القضايا المجتمعية وفي أنا سعيد باجتهاده وفي كإعلامي وكثير حريص وكثير دقيق وهذا شيء جيد. أبو طارق، هل فعلا خسرت تجارتك في مشروع شوبيز لما صرت وزير؟ خسرت كل شوبيز، نعم. أنا طبعا في مؤامرة على شوبز، وكانت في أكاذيب في قضايا في المحاكم كلها لفقت عشان يبعدوني عن هذا المشروع. تعرف المتآمرين منو؟ أه؟ تعرف المتآمرين؟ نعم، أعرف المتآمرين. منهم أعضاء مجلس أمة؟ نعم. طب الأمر هذا قضاء، وصل القضاء وصار فيه أحكام، وبعد الأحكام طلعت في صالحك الأحكام بالنهاية. أول شيء الحكم أن شوبز، نعم، يأخذون الدولة، يرجع للدولة. هذا يا سيدي لأن قدم من وزير المالية بدر الحميضي في ذاك الوقت، قدم على أساس المصلحة العامة تقتضي الاستفادة من الموقع، يعني معناته شنو؟ شارع، دوار، مستشفى، هذه المصلحة العامة. بعد أسبوعين من الحكم وصدر لصالح الدولة بأخذ شوبز، نزلوها مناقصة. عرفنا من وراها، وعرفنا أشياء كثيرة. للأسف الشديد أكرر وأقول هذه البلد فيها من الفساد الكثير الكثير على أعلى مستوى وأقل مستوى. إن شاء الله مو تتعدل. راح حتى حكم، صدر حكم براءة لأن لفقت قضية فيها رشوة حتى تساند القضية الأولى، ونزلت المزايدة بخرائط والديزاين اللي أنا عامله. شوف حتى القباء. لكن الحمد لله رب العالمين، المهم الصحة، الحمد لله. احنا نرى الظلم ونرى وعندي ما شيء بشعر الراس في قضايا اكثر من الشوبيز. ابو طارق، لو رجع فيك الزمن شنو القرارات اللي ما تتخذها؟ لا والله انا احب ما اوقف الزمن هذا، احب العناد، احب التحدي، احب الاجتهاد للحصول على الشيء وبمزاج. يعني حتى وانا متقاعد يمكن اشتغل اكثر من اي واحد يداوم 12 ساعه. فالزمن لا يقف عند شيء عندي ابدا، فكل شيء حلو وكل شيء ممتع، حتى اللي فيه قهر ام فيه معركه. هذه المعركه لما خصوصا انتصر، اوه متعه. الله يبعد عنك القهر، وان شاء الله اشوفك دائما مبتسم وتكون صحة بعافية، والله يطول بعمرك. احنا اليوم مستمتعين جدا حبيبي بلقائك الأمانة، يعني كني قذيتك انا. بالعكس والله العظيم ما اقدر اوصف لك الوناسة ان انا قاعد احاورك اليوم. طيب والله مو مبينة بعيوني. بلا حبيبي، قلبك طيب. الكلمة الأخيرة لك. خلصنا الحين؟ خلصنا.
كم شخص صار لنا بذمتك؟ والله صار لنا 35 دقيقة بس، مناديني من البيت وتعالوا على شاركم جاي على 35 دقيقة. أنا ودي اللقاء ما يخلص لأن عندي محور على الحفيد. أنت تمشي تحت مبدأ ما عز من الولد إلا ولد الولد. الله بالله المشية مات المغرب هذه كل يوم مع الحفيد. أوف أنا هذا أجمل شيء عندي أحفادي، هي هذه المتعة الحياة. الله يخليك. الله يخليهم لك إن شاء الله. أبدا كل اللي أحب أقوله إن أسعدني جدا حضوري معاكم حبيبي، وأنا لما يطلب مني من أبنائي وبناتي إني أنا أساهم ويستقبلوني ويجلسوني على كرسي الاعتراف أنا بمنتهى يعني. بس ليش ما سمعنا موسيقى ولا شيء؟ الحين نسمع موسيقى يعني. يلا ما يصير نسمع من أحلى ما يمكن ما لي ليه يعني قرقة نحكي. راح إن شاء الله نسمع الموسيقى. أعزائي المشاهدين راح نكون مع فقرة جحا وراح نرجع لكم مرة ثانية إن شاء الله. فقرة جحا.